اخضر، اخضر لون اكسيد معين. انا بعالج الطينه الاول قبل ما اجلز الحته دي او قبل ما تخش الفرن، بعالج الطينه دي على اساس تديني اللي هو البريل المعدني. الحته دي المفروض تطلع اخضر كده، انا بطلعها بعد كده بالحاجات اللي انا برميها في الفرن باللون ده، وممكن اطلعها اخضر بجنطر شويه على حسب اللي انا عاوزه. عشان بقى تطلع معاك اللون ده يا عم رجب بتعمل ايه؟ برفع درجه الحراره بتاعتها وبكبر في الرميات بتاعتها عشان تطلع معايا الحاجات المذهبه. يعني دي بتحتاج حرفي على تقنيه عاليه. مش حرفي بس، ده مذاكره ودكاتره، يعني الله يرحمه استاذ سعيد الصدر. ده خبير، خبير البريد المعدني، واستاذ محمد منظور والدكتور ضياء والدكتور هيثم. يعني قليلين في مصر اللي يقدروا يعملوا البريد المعدني. قليل قوي في مصر. لازم يكون ايده في الشغلانه دي مش اقل من 15 20 سنه. ده اقل حاجه. في النهايه دراسه دراسه وخبره. القطعه الواحده بتستغرق قد ايه يا عم رجب؟ يعني ايه؟ يعني عشان تطلع النموذج ده بيقعد معاك قد ايه؟ يقعد معايا في الفرن قد ايه؟ يومين. يومين؟ يومين عشان ده عندي فرن صغير على قده. عشان تعمل قطعه واحده بس؟ قطعه واحده. يعني بعد تشكيلها بعد كل تقعد في الفرن يومين؟ تقعد يومين عشان كده هي غاليه. سعرها بيطلع كام مثلا يا عم رجب؟ يعني دي انا عشان اطلعها وزاره الاثار هنا ب 500 جنيه، انما هي بره اعلى اعلى. لو جبتها في المحلات دي بتعدي 1500 ل 2000 جنيه. تقريبا.